فضيلة الشيخ، بالنسبة لنا نحن الطلبة المقيمين في الخارج في دولة كافرة. نعم. بالنسبة لنا نحن الطلبة المقيمين بالخارج في دولة كافرة، لدينا سؤال حول اللحوم، لا ندري كيفية ذبحها، وإذا كان مكتوبا على اللحم كالدجاج عبارة حلال، ولدينا شكوك ناتجة من كلام الناس حولها، فهل نأكل أم لا؟ أولا الذي أعرفه أن الأقليات المسلمة في بلاد الكفار وتجمع الطلاب قد كونوا لهم مذابح ومسالخ يأخذون منها اللحوم، انحلت مشكلتهم والحمد لله. وإذا لم تتمكن من الشراء من اللحوم التي يتولاها المسلمون ويذبحونها فعليك بالأسماك، لأن الأسماك ما تحتاج إلى تذكية، تأكل من السمك، تجنب اللحوم المشتبهة. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. فتجنب هذه الأمور، وأمامك مندوحة وهي الأسماك المتوفرة هناك. نعم.